هما دوك الدروس اللي غيتهيدو، هذا هو السؤال. لان واش البروغرام ديال المواد ديالكم الجهوي، واش يعني واش ما كيميلونجي، واش ما كيتغيرش؟ بحال مثلا نعطيكم اكزامبل، في البكالوريا عندهم مشكل ديال اس في تي، عندهم مشكل سيونس بزاف مطروح. الاس في تي كيكون عندهم بيولوجي وجيولوجي. دابا مثلا دابا في نقول لكم مثلا اونتر صلاح الدين الزرقتوني، دابا ايه بين هاد جوج ثانويات كاين فرق كبير. دابا اساتذه صلاح الدين غاديين يعني بالمذكره، غاديين بالترتيب. دابا الزرقتوني لا، قلبوا قالبين داكشي. دابا غيكون غيوقع مشكل التلامذ، سورتو التلامذ ديال الزرقتوني. دابا في تنهضر على الاس في تي، الماده ديال العلوم حياه الارض، هو مزيان عندكم فرونسي. دوك لي زوفر كيتبدلو مشكلة. لكن استاذ سمعت بحال غادي يكون صعيب، حيت باش يكون زعما تكافؤ الفرص بين الناس اللي تاع دوك الاعوام السابقه واللي لا جايين. لا، ما تنهب الهضرة هادي. شوف، هي فوتيا، انا نقولها لك وسيلة من هنا. كل مرة تيقولوها. بالعكس، شنو نقول لك انا، واحد القضية انا تنتوقع يكون كاع سهل في هاد الفترة هادي. لان كان الوزير البارح دار واحد الاجتماع اخر، ولكن ماشي في واحد اللجنة. ما عرفتش شفتوا هذاك الفيديو، راه صيفطته لكم الاخر. قال لهم احنا كل شيء، كل اي حاجه نديروها هي يعني مصلحه التلميذ. دابا بحال في 2011 هادشي اللي وقع. في 2011 تبدلات، يعني تحيدوا في الوطني جوج ديال الدروس، تحيدوا. كانوا الاضرابات، وكانوا شحال من حاجه كانت في 2011، داكشي ديال الربيع العربي. لا بالعكس، انا نقول لك واحد القضيه، ما تبقاوش تصنتوا بزاف في الهضره ديال غيكون صعيب، لا غيصعبوا لينا ديك الهضره. ما كايناش، غيحط لك في داك الشيء اللي عندك. انا اللي سمعت الفكره اللي وصلوا لها هي ان بحال هاد المواد اللي كيتقلوا، اللي الاساتذه كيبداو يلعبوا في البروغرام، يقدروا سورتو الاس في تي، هضره على الاس في تي، يقدروا يعطيو اختياريه. يعني يعطيك جوج امتحانات ويقول لك اختار واحد جاوب عليه. وغالبا هاد القضيه يقدروا يطبقوها لكم في الفرنسي. غالبا يقدروا يعطيكم مثلا هاد الغومون وهاد الغومون، جاوب انت على اللي قريتيه في لاكلاس، ولا اللي قريتيه في لاكلاس. راه هادشي اللي تيتسمى دونك دوك امتحانات اختياريه، هادشي اللي قال الوزير ان شاء الله. ايوا، نبداو راه تبارك الله، راه تجمعو نيت تبارك الله. وي، يلا نبداو، بسم الله نبداو لا لوسون ديالتنا. يلا ستي، مزيان تبارك الله. راه دونك اليزي، فوالا. الدرس الاخر اللي هو ليتود اناليتيك دو لاسباس، داكوغ، اللي مرتبط دونك. حنا توقفنا فيه الحصه اللي فاتت دونك، لان مدموجين، انا دمجتهم هاد لي دو لوسون ديال لي فيكتور دون لاسباس اي ليتود اناليتيك دون لاسباس. علاش؟ لان نورمالمون في الحقيقه العام الجاي ان شاء الله، اللي مهم عندكم او اللي غادي تقراو الهندسه الفضائيه اللي غتحط في الوطني، غادي تكون على ليتود اناليتيك. الوغ اش كنقصد انا بليتود اناليتيك؟ ليتود اناليتيك سي تو سامبلومون ليتود، يعني avec des coordonnées, avec des repères. D'accord. يلا دونك غادي نبداو. اون فا كومونسي دابور كما العاده فهاد النوع ديال الدروس. غادي نبداو اولا بتعريف ما يسمى بال دونك اون فا ديفينيغ ان روبير سور لوكيل اون ترافاي. داكوغ، فوالا. هذا الريزومي اون روج، هذا هو الريزومي اللي غادي نصيفطو لكم. ريزومي دو كور كافي وزوين، فوالا. Alors, repère cartésien de l'espace, donc la première partie, repère cartésien de l'espace, coordonnées d'un point. D'accord. Voilà. انا بغيت نطلب منكم واحد القضيه الله يرضي عليكم، اذا ما حدكم باقيين، خد معك شي ستيلو ورقه حداك، الله يرضي عليك، خد معك شي ستيلو ورقه
اوكا او نقدروا نحتاجوا اننا نحسبوه مثلا، ولا كالكولاتريس حتى هي راه مهمه، لان الحساب انا كلشي واجد عندي وجدو. Et je vous rappelle que cette séance, cette séance est enregistrée en live sur Facebook. Je vais te même sauvegarder. Les bergers, ils chauffent le live, ils chauffent, etc. D'accord? Alors, saute d'yali, إذا كان الصوت مزيان طابيو 5 5 باش نبداو. يرضي عليكم، صافي مزيان، تخي بيان، سي بون. تخي بيان، كلشي مزيان. إذا صافي اللايف، دونك راه تأكدت أنه كاين. فوالا، تخي بيان، ميرسي، شكرا لكم جميعا، شكرا. صافي مزيان، تخي بيان. ألوغ، أون كومونس، سي فو بلي، باردون، أون كومونس. لو تريبلي، دونك، أون كونسيدير تخوا فيكتور نون كومبلانير، داكوغ، نون كومبلانير، إي كا، باردون، إي أو، أن بوان دو لاسباس. ميم أنا كومبلانير، كومبلانير سا فو دير تخوا فيكتور لي مكينتاميوش، كي نو se situe pas dans le même plan. يعني ممكنش نجيبهم يكونوا في لو ميم بلان، داكوغ. نعطيكم اكزومبل، مثلا في ان كوب، نعطيكم ليكزومبل ديال ان كوب. فوالا ان كوب، ولا ان بافي دروا، تنسميوه ان بافي دروا. ان بافي دروا، الوغ هاد لي دونك هاد لو فيكتور، هذا لو فيكتور اللي غادي نسميو مثلا هنا ا بي سي دي، ا بي سي دي ديس بس سميه. دونك كنمشيو بنفس الترتيب او اف جي اتش. دونك لو فيكتور كو جو فيان فوالا دو كونستروير سي لو فيكتور ا او. لو فيكتور ا او دو فيكتور، الى عندنا دو فيكتور دو لاسباس سون توجور كوبلانير. علاش؟ لان يمكن لينا نجيبو، نقدروا نلقاو دائما واحد المستوى الذي يحتوي أو هاتين المتجهتين، داكوغ، اللي يمكن لينا. اسمها لي، يلا جيت، فاش فاتني شي حاجة، لا لا فدوى، يلا بديت، راه هادشي علاش راني تنطط الاكسبري باش ما نحرمش الاخرين. صافي، الا ما فاتك والو، يلا انا بديت يلا دابا بلو روبير كارتيزيان، داكوغ. الوغ المشكل دابا هو ديال 3 فيكتور. Est-ce que trois vecteurs, واش يمكن لينا trois vecteurs يقدر يكونوا كولينير دائما او لا كوبلانير؟ الجواب لا. مثلا نعطيكم اكزامبل ديال هاد لي trois vecteurs a e a و e f. e a و e f هاد الفيكتور هذا و e h مثلا. صافي، alors je vais écrire avec une autre couleur باش يبان مزيان. دونك voilà. Voilà, EH. هاد لي تخوا فيكتور هادو، لاحظوا معايا، ما يمكنلياش نجمعهم في يكونوا على سطح واحد، يكونوا في ان بلان، ان سول بلان، داكوغ. اذا هاد لي تخوا فيكتور هادو نو سون با كوبلانير. وكنقولوا هنا، تنقولوا كي ايل سون نون كوبلانير، غير مستوائية. اذا هاد لي تخوا فيكتور هادو يمكن يشكلوا ليا سكون ابل اون باز دو لاسباس. ما معنى اون باز دو لاسباس؟ Ça veut dire bien tout simplement chaque vecteur. Alors, donc on va supposer bien a indi trois vecteurs, maintenant, l'espace, un vecteur comme ça, un vecteur comme ça et un vecteur aussi comme ça, d'accord? Maintenant, j'ai bon l'asl. Donc, le vecteur a i ou le vecteur a j. في الحقيقة، ماشي بالضرورة يقدر يكون هذا متعامد، داكوغ، لأن هذاك غيكون أن كا بارتيكولي. ولكن نفترضوا مثلا عندنا واحد المتجه دايرة هكا طالعة الفوق، دونك غنسميها هكا،
إذا هاد لو فيكتور لي فيكتور اي جي اي كا نو سون با كوبلانير. إذا إلا خدينا أي فيكتور أو واحد آخر من لاسباس، حنا خدامين دابا في لاسباس. تتقول لي دونك واحد لاكسيوم أو بيان أون فا أدميتر كو واحد لو ريزولتا كو بور يعني بور تو فيكتور أو tu peux écrire le vecteur u en fonction des trois vecteurs i, j, k. C'est-à-dire tu peux trouver donc les trois coefficients les ransomhom anaya x voilà et y et z بحيث يكون هاد u هذا اي vecteur في l'espace qui تكتب على الشكل ديال هاد ثلاثه ديال هاد لي vecteurs اللي عندك هنايا. D'accord, voilà. اذا خديت u تقدر تاخد هاد لي نومبر x y z هما اللي كنسميهم لي كوردوني ديال ديال U ديال لو فيكتور U. راه هاد القضيه هادي سي ان برولونجمون دو بلان. الوغ في لو بلان الا لاحظنا مثلا خدامين حنا في المستوى، في المستوى شنو هو المعلم، شنو هو لو روبير في المستوى، لو روبير في المستوى ولا المعلم في المستوى هو عباره عن تقاطع مستقيمين او لا كيكونوا عندنا مكون من نقطه ومتجهتين، متجه اي ومتجه جي. هاد المتجهتين تيكونوا غير مستقيمتين يعني نون كولينير، كلوش متوازيين. انا خديت هذا راه سيت ان روبير دون لو كا جينيرال. الوغ الا خديتي واحد لو فيكتور كيلكونك، خديتي مثلا هنا U، هاكا نهضر على لو بلون. داكور، اذا بلاتي tu peux avec une translation tu peux te ramener هذاك U تجيبو لعند يولي عنده نفس الاصل مع O. داكور، تقدر نجيبو باغ يعني بالازاحة باش يولي يولي بحال هكا مثلا. فوالا صافي. اذا في هذه الحاله بلاتي انا جو فوالا هنا عندي دونك جي وهنا عندي لو فيكتور اي. الوغ الا درنا الاسقاط ديال هذا الراس هذا هنايا ديال هذا الطرف، ولا درنا الاسقاط بالتوازي بيان سور مع هذا وبالتوازي مع هذاك الاخر، الوغ في هذه الحاله غادي اون تروفي ان باراليلوغرام. واخا ما باينش هنا مزيان غادي نلقاو متوازي اضلاع. داكوغ، الوغ انا عندي الكوادرياج، غادي نخدم بالكوادرياج باش يبان لكم مزيان منين جا الاصل ديال هذوك لي كوردوني شكون هما لي كوردوني اي انسي دو سويت. داكوغ، الوغ كي قلنا عندنا دونك عندنا ايسي لو روبير ديالي فوالا، وعندنا هنايا لو فيكتور اللي بغيتو انايا اللي بغيتو يكون عندي هو U فوالا، وعندي هنا لو فيكتور J ou on a le vecteur I. Alors, on va dire la projection parallèlement, pardon, parallèlement, donc projection, voilà, et projection parallèlement de l'axe l'autre. Et then, on va dire la deux vecteurs. Le premier vecteur est qu'on voit le vecteur lourd ou ada. Le deuxième vecteur ou ada. هاد البروميي فيكتور هذا اللي كولينيير اللي اليني مع جي، اللي كولينيير مع جي باردون. دونك هاد لو فيكتور هنايا اون موف نقدر نسميه غادي يكون 100% باردون، غادي يكون 100% هو عباره عن واحد العدد غنسميه ايكغيك، هذاك العدد ايكغيك مضروب في جي، لان متجهتين جي بحال هكا كولينيير سي سولمون سي واحد كيساوي عدد مضروب في الاخر في متجهه الاخرى. صافي، بور لوتر غادي ندير هنا لو روج اون روج باردون. اذا تا هاد الفيكتور اللي بالاحمر غادي يكون هو عباره عن واحد العدد فوا اي. ودابخي لا ريغل دو باراليلوغرام كيقول لي في باراليلوغرام لا سوم دي فيكتور الا كان عندهم نفس لوريجين كيكون هو لو فيكتور اللي كيخرج من الوسط ديالهم، اللي كيخرج يعني كيكون في الدياغونال. اذا اون كونستات كو U، اذا وهذا الشيء لاحظوا معايا U كانت في الاول هنايا، اون بو غاموني U فين ما بغينا. دونك U كتساوي إكس إي بلوس إيكغيك جي. عاد من بعد اختصارا كنكتبو U تو سامبلومون أونتخ بارونتيز إكس إيكغيك، وكنقولو بأن هاد إكس و إيكغيك هما لي كوردوني دو فيكتور U. صافي، هاد المسألة هادي دابا ولات عندي نفس الشيء في الفضاء في لاسباس، إيه هو غادي تزادنا واحد زاد، واحد لا كومبوزونت كنقولو، هادو سو سون دي كومبوزونت كنقولو ليهم. Voilà. Et donc, ce qui est goulina, donc la définition, pardon. Alors, ben d'ailleurs, short. Short, ben, je te goul, un repère, il suffit que les trois vecteurs, donc, on a d'abattre la tête les vecteurs.
بيان سور ايفيدامون من بعد غادي نكتشفوا بان دوك لي فيكتور واحد غيمثل ليا الطول والاخر العرض والاخر الارتفاع. لو تريبلي المثلوت اي جي كا اي تابلي اون باز. دابا بحال هنا مثلا اي كاع لي فيكتور كيتكتبوا بدلالات هذا الثلاثه، يعني كنقولوا بان هاد اي و جي و كا كنقولوا بانهم سي اون باز، اون باز اساس بالعربيه اساس للفضاء. اون باز هذا هو المعنى ديال لا باز. لا باز سافو دير هما الاساس، يعني اي فيكتور خديتي بحال في لو بلون هنا لا باز بتكون لا باز هي اش، هي لا باز هي اي جي بوحدها. دونك الا خدينا هي لي دو فيكتور اللي كنعولوا عليهم الوغ باش اللي كنكتبوا بدلالتهم تنسميوها اون باز. الوغ سي اون اجوت ان بوان لهاديك لا باز اون سو رامين، هادي دونك تتسمى اون باز وهادي كتسمى دونك اون سو رامين ان روبير. فوالا علاش سمينا كارتيزيان، سمينا كارتيزيان نسبة إلى ديكارت، نسبة إلى ديكارت فقط هذا هو المعنى ديالها. ألوغ non coplanaire, le triplet IJK est appelé une base, le quadruplet est quadruplé بحال لو كوبل كنقولوا لو كوبل الزوج المثلوت و بالعربية واش المربع ولا مربوع. فوالا alors le quadruplet او IJK est appelé un repère cartésien de l'espace. مثلا نعطيكم اكزامبل هنا هاد لو ريبير، هذا لو ريبير اللي هو مكون من ثلاثة راه أنا ممكن أون بو ديفينيغ في هاد لو كوب بليزيوغ روبير. مثلا باردون الوغ نقدروا كي قلت لكم نقدروا نبدلوا مثلا او لا نقدروا ناخذوا او 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 ا او اف او اش، ولا نقدروا ناخذوا اف اف بي، يعني ثلاثه ديال لي فيكتور. المهم انه ما يكونوش في لو ميم بلان، هذا هو الاشكال. هي ما يكونوش في لو ميم بلان راه صافي سي بون داكور، هي ما يكونوش في لو ميم بلان فوالا. وفي الغالب الاحيان كنخدموا في هذه الاشكال. راه حنا اصلا في هاد لا لوسون هادي ما غاديش نخدمو بزاف بلي فيغور داكور، غادي نخدمو ليتود اناليتيك كتولي في الاخر تتولي جوست ان كالكول في الاخر المطاف. الوغ وي خولة، شوفو خولة عندها شي كيستيون. خولة بن ناجي السلام عليكم. وي خولة بونسوار، السلام عليكم، لاباس بنتي الله يبارك فيك. في نفس لو بلان مثلا نعطيك اكزومبل في الشكل ديال او اف، او اف مع بي اف مع بي مثلا. لي فيكتور يكونوا في بحال قلتي. دابا انتم لاحظوا معايا مثلا يكون لو بلون داير بحال هكا، لو بلون مثلا واحد السطح ديال الدفتر ولا شي حاجه مثلا محطوطين فوقه واحد لي دو فيكتور سو فورم مثلا دو ستيلو مثلا دو ستيلو، يكونوا مثلا لي دو فيكتور بحال هكا صافي. هي ما تكونش وحده بحال قلتي طالعه خارجه هكا من لو بلون، خارجه على لو بلون مع لا بيرسبكتيف محال واش كتبان بلاتي. دونك نورمالمون il ne faut juger bras. المهم حتى هي تكون محطوطه في السطح، حتى هي تكون محطوطه في السطح، ما يكونوش بجوجهم، ما يكونوش يعني ما يكونوش بثلاثه بيهم، يكونوا بثلاثه بيهم، ما يكونوش بثلاثه بيهم محطوطين في نفس لو بلون. بحال مثلا نعطيك اكزومبل او اف مع اف جي مع اش جي، هاد لي تخوا فيكتور راه كوبلانير. هادو فين هو لو بلون اللي كينتميو ليه، ولا اللي باردون ما كاين لي فيكتور ما تنقولش ينتميو لي لو بلون اللي مثلا اللي تنقولوا اللي كيحتويهم كاملين هو لو بلون اللي كيلتحت، هو هاد لا باز هادي داكور. او اف اف جي اش جي قلت لي استاذ عطيني مثال ديال تخوا فيكتور اللي كيكونوا كوبلانير، اللي كيكونوا كوبلانير ها هما او اف اف جي و اش جي مثلا صافي.
الا خدينا او اف و اف جي و اف جي و بي اف، بي اف كي دايره بي اف؟ بي اف ما يعني ما محطوطاش على لو بلون، ما محطوطاش بحال قلتي طالعه خارجه على لو بلون، واحد الوقيته كتخرج. واخا اف كتنتمي لو بلون، ولكن هي ما محطوطاش، يعني ماشي ابلاتي مع لو بلون كي تنقولوا، اذا صح التعبير. صافي داكا، دونك ما كاين حتى مشكله بنتي، ميرسي بوكو. حنا اون فا با ستاردي في هذه المساله هذه. المهم يكون عندنا ثلاثه ديال لي فيكتور، ما يكونوش يعني ما يمكنش نحطهم في نفس المستوى، راه كيكونوا ليا واحد لو روبير كارتيزيان. على اساس هذاك لو روبير غادي نديفينيو دابا لي كوردوني كارتيزيان. داكور، الوغ شو دونك لي كوردوني بور تو بوان ام دو لاسباس، ايل اكزيست ان تريبلي اكس يغيك زد ريال، ايل اكزيست ان اونيك تريبلي تيل كو او ام ايت ايغال. يعني هما نورمالمون في حقيقة الأمر، يعني في أغلب التمارين نورمالمون كنخدموا بأن روبير اللي تيكون أن روبير أورثو نورمي، داكوغ. ولكن غادي تزادنا واحد المسألة ديال واش ديريكت واش ماشي ديريكت. إذا إلا اعتبرنا لو بلون مثلا لاسباس، إلا اعتبرنا هاد لي تخوا فيكتور إي، وهنا فيكتور جي، وفيكتور كا، داكوغ. Alors pour tout point de l'espace, pour tout point, هذا هو O. O غادي نعتبره هو الأوريجين ديالهم كاملين. Alors pour tout point de l'espace, le vecteur OM, puisque هاد لي 3 vecteurs I و J و K sont non coplanaires, يعني ما محطوطينش على نفس لو بلون. علاش؟ لأن إلا اختاريتي لو بلون اللي فيه I و J، K ما كتنتميش لهاد لو بلون اللي لتحت. إلا اختاريتي I و K، J ما كتنتميش لو بلون. Et ainsi de suite. Donc, l'état même que je dis, mais en plan, les trois vecteurs. C'est un repère. Et là, voilà, et c'est une base. Donc, OM, le vecteur OM, il me clé en fonction des trois vecteurs. Donc, dans le cas, l'état de l'état de l'état OM, le vecteur OM, qui est le chèque la somme de l'état. D'accord? إذن هاد لي بوين، هاد لي نومبر اكس يغيك زد، اكس يغيك زد، كيفاش غنحصل عليهم؟ تو سامبلومون افيك دي بروجيكسيون فقط. إذن هنا ام غادي نسقطها دونك عموديا على ك، غتعطيني دونك هنايا الزد. داكوغ، الوغ دابا بلاتي باش نتفاهمو مزيان، دابا ام الا سقطتيها ما غاديش طيح في او جي، في هاد لا دغوات هادي، نو. عرفتي فين غادي طيح؟ غادي طيح في لو بلون لي باردون لو بلون اللي كاين هنايا. اذا كيفاش غنحصل على ايغريك؟ الوغ غادي نحصل على اكس ايغريك عاوتاني اون بروجيتون، ملي غادي تبروجيتي ام لتحت لهاد هاد شكون دابا هاد المسافه هادي، راه هي هادي، راه هي خدعه بصريه، هذا حنا قدامين في ليسباس، راه هي سي لا ميم، راه زد هادي، دونك هاد لا ديستونس راه حتى هي زد. اذا كيفاش غنلقاها؟ غادي نسقط عاوتاني عموديا، وعاوتاني عموديا هنايا. دونك هنايا سور اي او لا سور هاد لاكس ديريجي بار اي غادي يكون هنا اكس، و سور هاد لاكس ديريجي بار جي غادي يكون هنا ايغريك. فوالا، اذا هكا كيفاش كنحصلوا على لي كوردوني ديال هاد لو بوان ام. فوالا، و بيان سور لي كوردوني سير ا روبيري لو بوان، ان بوان بيان سور. حنا تنبداو تناخدو الاساس اللي هو لو بوان اي لو فيكتور، بحال في الفيزيك. شنو اللي مهم؟ المهم هو ان النقطه، لان كل جسم كيعتبره لي فيزيسيان مكون من دي بوان ماتيريال، وكيفاش كان مانيبيولي هذاك لي بوان ولا داك لو كور ولا دوك الاجسام افيك دي فيكتور افيك دي فورس. دونك لي فورس تي خصنا تا لي فورس نديتيرمينيو يعني لي بوزيسيون ديالو. وبالتالي حنايا في الرياضيات الا لاحظتوا في الهندسه كنركزوا على النقطه والمتجه في الاحداثيات، هادو هما اللي كنركزو عليهم بزاف. فوالا، الوغ لو تريبلي اكس يغيك زد ايت ابلي تريبلي دو كومبوزونت او دو كوردوني، تنسميهم لي كومبوزونت او لي كوردوني دو فيكتور U دون لا باز اي جي كا. داكوغ، الوغ هادي في الحاله ديالي الا كنا كنهضرو على باردون، راه نقصت واحد شويه. بالنسبه لو بوان ام الي بريفيرابل باش نقولو لو بوان ام في ان روبير. علاش؟ لان اون ا بوزوان باش ناجوتيو داك لو بوان او داك لوريجين، داكوغ، لو بوان ام، دونك ناجوتيو هاد الاو. اذا كنقولو لي كوردوني كارتيزيان، لي كوردوني في ان روبير، لي كوردوني كنكتبوهم عندنا دو زيكريتور بوسيبل،
هاد ليكريتور وهاد ليكريتور، هاد ليكريتور اللي بريفيرابل في الاسباس لانها كتنفعنا بزاف بزاف ديال لي كالكول. الوغ في التسميات اكس كنسميوه لابسيس الاوف سول، ايغريغ اون ابل لوردوني، و زد كنقولوا ليها لا كوت. عقلوا عليها لا كوت، لا كوت هي لا كوت بحال الارتفاع، لا كوت هي تقريبا هذا هو المعنى ديالها الارتفاع. بحال مثلا الناس اللي ان شاء الله غادي يدوزوا البيرمي، كاين واحد الحاجه صعيبه عند الناس ديال البيرمي ديال السياقه اللي هي تسمى لو ديماراج اون كوت. ديماراج اون كوت معروفه هذه، يعني ملي هي ملي كتكون الطوموبيله ساكته وكيكون عندك واحد العقبه، داكوغ، ديماراج اون كوت يعني الديماراج في العقبه، يعني ملي كيكون عندك واحد بيان سور واحد الارتفاع معين. في هذه الحاله هذه دونك كاين واحد الطريقه باش اننا نديماري الطوموبيل او ميم طون طلع لفوق هذا. دونك سي ان اكزومبل دوتيليزاسيون ديال هذا لو مو باش تعقلوا عليه، داكوغ. لا كوت بالعربيه كنقولوا الانسوب، شنو هي الله اعلم باش ما نجيكمش. دونك الانسوب هكا قريناها حتى حنايا، داكوغ. دونك مي سي بريفيرابل دونك لا كوت مزيانه. كونت اون بارل دان فيكتور اتونسيون، دابا ملي كيكون عندي دابا او، دابا ام خصني نديفيني او، ولكن الا عندي ان فيكتور، الوغ ان فيكتور اون با بوزوان باش نديفينيو هذاك لو بوان ام، يعني يعني ما كيهمناش لان ان فيكتور يو فوالا يكفي انك باش تلقى لي كوردوني ديال يو، يكفي انك تكتبو اون فونكسيون دو اي اي دو جي اي دو كا. في هذه الحاله هذه مزيان كنقولوا بان يو دون لا باز. لاحظوا اذا لو تريبلي ديال 3 فيكتور نون كوبلانير كيتسمى اون باز، لا باز الا زدنا عليها ان بوان ان بوان كتولي، لا باز الا زدنا عليها ان بوان كتولي اش، كتولي معلم، كتولي روبير فوالا. وحتى كذلك بالنسبه لي كومبوزونت دو يو. الوغ بالنسبه لي زوبيراسيون، داكشي اللي قريتو في لو بلون كيبقى صالح، بمعنى لو فيكتور يو بلس في تتصومي لي بغيتي لي كوردوني ديالو كتصومي لاندا فوا يو، يا لاندا كضرب لاندا. دابا انت كتزاد اللي غتزادكم هي هاد زيك زيد، داكوغ، اللي غتزادكم هي هاد زيد. دو فيكتور كي اون كي سون ايغو سي سولمون سون ايغو باردون سي سولمون سي زون ils ont les mêmes coordonnées. D'accord? Les coordonnées de A, B, T, y a X, B, moins X, A, Y, B, Z, B, moins Z, A. Les coordonnées de milieu, et ainsi de suite. Donc, galak chez les critères, yani, nisbal le plan, qui est pas salaire. Voilà. Avant de poursuivre la démarche, vous êtes sur le commentaire. Comme je suis sur Alm, Zien, l'un fait chez les derniers, fait de la partie Loula. La définition d'Yel. ديال ان روبير في لاسباس. الوغ نعطيكم اكزومبل بلاتي، ناخذ اكزومبل نيت في هذا لو كوب قبل ما ندوزو. نفترضوا هذا لو روبير، ناخذ ا باردون وي، ناخذ ا او مثلا لو فيكتور ا او، ولا نحاول باش نقادهم يكون عندهم لا ميم اوريجين كاملين، نحاول يكون داكشي منظم مزيان. ناخذ او EF EF EH EA، ها هي H، H راه هي هاد لو بوان اللي كاين هنايا، داكوغ. الوغ السؤال اللي بغيت نسول دابا في هاد لو روبير، بيان سور هذا راه سي ان روبير، راه قلنا هاد لي 3 فيكتور سون نو سون با يعني سون نون كوبلانير. بغينا نلقاو لي كوردوني مثلا ديال لو بوان، اون شوازي ان بوان مثلا لو بوان بي، لو بوان بي يلا فهاد لو روبير هذا. دونك كيس كيفو فير؟ الوغ عندنا هنا لو روبير وعندنا ان بوان، الوغ انت اش غادي دير، اولا انت اش غادي دير، غاتشد هاد لو بوان او تو فا لو رولي افيك بي او بي، دونك او بي. اذا اون فا اسيي دو ديكريغ او بي اون فونكسيون ديال هاد لي 3. اذا خصنا نكتبو او بي en fonction. Alors puisque la face, ça dit, la face est un carré, c'est un cube. Alors chaque ça oui EB. EB ça oui EF. Qaïda dit le mutawazi adla. EF zaïd EA. Tu as compris le maïa?
فوالا او اف زدتي عليها او ا كتعطيك او بي في هاد لافاس في هاد الوجه هذا اللي كيشوف فينا هنايا اللي هو الوجه ا بي اف او. داكور اذا تبعوا معايا عافاكم. اذا دبلاتي ولكن انا خصني نبين هاد لي تخوا فيكتور. اذا او اف اذا او اف راه ديجا عندك اذا بتكون واحد او اف ولكن او اش ما عنديش اذا بلس 0 او اش بلس واحد او ا واحد او ا فوالا. اذا جي دونك كاين واحد المساله عاوتاني ولا ما قدرتش انني نكتبو ماده. كاين بزاف ديال الطرق نقدر ندير ندخل لا غولاسيون دو شال نستعمل لي غولاسيون. المهم انك تكون تكتبهم بدلاله الثلاثه هادو. اذا فينالمون دونك فاش ربطت او مع بي لقيت بان هاد لو فيكتور او بي كيساوي هاد لي نومبر هادو فوا هاد لي فيكتور. دونك شنو هما لي كوردوني دو بي؟ لي كوردوني دو بي غيكونوا هما 1 0 1 1 0 1 هما هاد لي كويفيسيون هادو. اتونسيون اتونسيون لوردر ديال لي فيكتور. سي اون شونج بيان سور سي اون شونج لوردر دي فيكتور لو روبير ني بلو لو ميم. يعني الا بدلتي او اش مع بلاصه او اف بيان سور ملي كيكون لاحظوا معايا واحد القضيه باش نتفاهموا عليها. ملي تيكون في لي بارونتيز ملي يكون عندنا ان كوبل ولا ان تريبلي لوردر اي امبورطون. لي بارونتيز كيعطيونا لوردر اي امبورطون. راك راه بداو هاهم لو كوبل لو كوبل ا بي. دونك سي با لو سني بلو لو كوبل سي با لو كوبل بي ا. دونك لا ميم شوز الا بدلتي مثلا درتي اي كا جي راه هذا ولا عندك روبير اخر. اي بيان سور شنو علاش؟ لان غيتبدلوا لي كوردوني غيولي بي لي كوردوني ديالهم. مثلا الا بدلنا مثلا او اف مع او اش بدلنا لا بوزيسيون هنايا اش هما لي كوردوني غيوليو ديال بي؟ هما واحد غيوليو زيرو واحد واحد. اذا هاد لورد هذا اي امبورطون لورد اي امبورطون صافي فوالا. وغادي نهضروا على واحد لورد بريسي اللي هو كيعطينا سكون ابل لو روبير ديريكت المعلم المباشر اللي كيتستعمل في الفيزيك. فوالا ندوزو عفاكم الله يرضي عليكم. جوج اولا شنو هما الحوايج اللي غادي يجيو دابا او شنو هما لي شوز اللي مهمين هنا اللي غادي نخدمو عليهم. اسمحوا لي هاتي فوالا. دابا الحاجه اللي اساسيه او اللي مهمه اللي غادي نبنيو عليها حنايا هذا الدرس هذا كاينين ليتود ديال جوج ديال لي زيليمون لو جوج ديال لي زونسومبل مهمين في لاسباس. شكون هما؟ لا دغوات اي لو بلان. باش يعني نديرو واحد الخلاصه يعني لوبجيكتيف ديالنا لا موتيفاسيون ديالنا في هذا الدرس. بمعنى اننا غادي ندرسو هاد الجوج هادو واحد الدراسه اللي كافيه شافيه تماما. داكوغ دونك غادي نبداو اول حاجه هي دونك لي ديفيرونت ميثود لي ميثود دو ديفينيسيون. يعني كيفاش ممكن نعرفو اون دغوات ولا ان بلان ميثود يعني افيك اس ميثود دو ديفينيسيون ديال لا دغوات اي دو لو بلان. العام الجاي ان شاء الله التكمله ديال هذا الدرس هذا داكوغ لانه هو تيجي دابا الدرس الاخير غادي يكون محقور وغادي هذا راه هذا تابع ليه الدرس الجاي العام الجاي ان شاء الله غادي تزاد ليهم لا سفير. لا سفير تاع هي غنديرو لها لو ميم ترافاي لو ميم ترافاي. دونك محسن طلع وانت ديجا عندك واحد لا باز في هاد لي دو تيبقى لك هي لا سفير فقط. داكوغ ولا انك تطلع وخصك تزيد تكمل هاد الشيء وما عندك ما عرفتيش عليه الى اخره ما عليناش. دونك اش كنقصد بلي ميثود دو ديفينيسيون؟ كاينين جوج ديال لي طرق ديال بور ديفينير. كاين الطريقه الاولى دونك غادي ندير بور شاكون. الوغ كاينين جوج ديال الطرق الرئيسيه. الوغ لا دغوات نقدر بجوجهم ولا لو بلون نقدر نعرفهم بسكون ابيل اون ريبريزونطاسيون باراميتريك. ريبريزونطاسيون باراميتريك وهذه كما العاده غادي نقول لكم بان راه درتوها في ترون كومان تمثيل بارامتري. الا باقي عقلتو تمثيل بارامتري ديال المستقيم كيكون عباره الا كان المستقيم دي يمر من نقطه ا موجه ب او احداثيات ديالها الفا بيتا الوغ دي كيكون معرف بالتمثيل التالي بالنظمه التاليه كتكون عباره عن نظمه
اكس واي كنديروا هنا دونك الاحداثيات ديال ا وكنزيدوا واحد البارامتر تي وكنضربوه في الاحداثيات ديال المتجهه ديال لو فيكتور لا دروات باردون لا دروات كتكون دايره بحال هكا لا دروات دي كتكون باس بار ا اي ديريجي بار يو دونك هادي كتسمى ريبريزونطاسيون بارامتريك هذا تذكير بمعنى ان هذا كيعطيك الشكل العام ديال الا خديتي واحد النقطه ام مثلا احداثيات ديالها اكس واي غتلقى هاد الام هادي غتلقى اكس واي كيتكتبوا على هذا الشكل غتلقاها مرتبطه بواحد البارامتر تي صافي و شاك بوين شاك نومبر تي اي فا ديفينيغ ان بوين في لا دروات دونك غيكون هنا اون انفينيتي دو بوين فوالا دابا هادشي غنقلوه دابا لاسباس كيف ذلك لا ريبريزونطاسيون بارامتريك في هاد الحاله هادي اذا لا دروات باردون خصنا اذا غادي تزاد لينا ديك زد غادي نشوفو كيفاش ما غاديش نزرب عليها في لا ريبونس ديالها الى اخره دو ميم بور لو بلان دو ميم حتى هو De même pour le plan, tu as fait représentation paramétrique. Ou fait. Tania. Ashley, le hajjali katarafina une droite à outani. Il y a l'équation cartésienne. D'abord, mon chkil likain. L'espace. Que je vais vous faire les comptes. L'espace. Niki konen le plan. Niki konen le plan. La droite. دونك كتكون اون ايكواسيون كافيه يعني كتكون عندنا ايكواسيون كارتيزيان ديال لا دروات دي كتكون دو لا فورم ا اكس بلس بي اي غريك بلس سي كتساوي زيرو ولكن ملي كطلع لاسباس لا دروات كتولي شي حاجه بلو يعني بلو بريسي بلو ديتايي لان كتكون عندك شنو كيكون عندك لو بلون عاد لا دروات دونك هنا ما كافياش في لاسباس اون ايكواسيون كارتيزيان ما كتبقاش كافيه Et donc, pour définir une droite dans l'espace, il y a deux équations cartésiennes pour l'SF. Deux équations cartésiennes. Pourquoi? Parce que la droite, c'est quelque chose qui est plus précis dans l'espace. Par contre, le plan, on peut le définir aussi par une représentation paramétrique. Paramétrique. ولكن لو بلان في الفضاء لو بلان راه شي حاجه اللي يعني بلو جينيرال على لا دروات دونك il suffit pour définir un plan il suffit d'avoir une équation cartésienne دونك هنا كتكون عندنا ايكواسيون كارتيزيان وحده par contre le plan la droite يعني كل ما زدتي انك يعني خديتي ان كا تري 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 بارتيكولي tu dois ajouter des conditions de plus فهمتوني دائما في الرياضيات ولا في العلوم ملي كنبغيو نزيدو ندققوا في شي حاجه يعني دي كاب تري تري بارتيكولي كنزيدو دي كونديسيون داكشي علاش لا دروات تيخصنا في ليسباس تيخصنا ليها دو ايكواسيون كارتيزيان في لو بلان كيخصنا ليه اون ايكواسيون كارتيزيان دونك حنا دابا الدور ديالنا شنو هو الدور ديالنا هو اننا خصنا نعرفو نجبدو هادو كل وحده في هاد بالنسبه لهاد لي دو انسومبل لا دروات و لو بلان نجبدو ليهم دونك اون ريبريزونطاسيون بارامتريك ou bien des équations cartésiennes. Waha, blati, je vais dire ça. La droite. Dire ça, la droite. Pour définir une droite, dire ça, un point, comme elle a un point, et quoi? Et un vecteur directeur. Yani, moutejia wahda. واخا حنا في الاسباس نقطة ومتجهة وحدة متجهة موجهة كتعطينا دونك كتعطينا اون دروات دونك هذا ديفيني في لو بلان الوغ لو بلان نو لو بلان الوغ الا خدينا بلاتي اسمحوا لي الا خدينا ان بوان ا وخدينا ان فيكتور او راه ما كاينش غير بلان واحد اللي غيدوز منهم يقدر راه نقدر نلقى اون انفينيتي دو بلون اللي غادي يدوزو من هاد يو ومن هاد ا كاينين بزاف ديال لي بلون ماشي يعني ماشي ان سول بلون اذا بالنسبه ماشي باردون ماشي ان سول بلون اللي غادي يدوز من هاد ا يو اذا بالنسبه بور ديفينيغ ان بلون في ليسباس غادي خصنا ان بوان اي غادي خصنا
deux vecteurs. C'est-à-dire deux vecteurs qui sont aussi deux vecteurs directeurs. Voilà. Je قلت لكم انا خدوا معكم ورقه باش نقيدوا هذا يعني هذا الخلاصه او هذا الشيء اللي مهم بالنسبه لنا. داكور. اذا التلميذ او التلميذه السنوات الجايه ان شاء الله، دابا انتم العام الجاي خاصك تكون عارف انك تخرج سوا ريبريزونطاسيون باراميتريك سوا دو زيكواسيون كارتيزيان بالنسبه لو بلان اوسي سوا ريبريزونطاسيون باراميتريك باردون سوا ايكواسيون كارتيزيان étant donné bien sûr étant donné هاد يعني بالنسبه لا دروات عندنا هاد لي دوني ديال ان بوان لا فيكتور وبالنسبه لو بلون الى عطيتك ان بوان اي دو فيكتور ديريكتور فوالا بوركوا فير احنا حي عرفناهم لقينا ريبريزونطاسيون بارامتريك ولا ايكواسيون كارتيزيان شنو هما بعدا ريبريزونطاسيون بارامتريك تو سامبلومون هما سو سون بالنسبه للريبريزونطاسيون سي ان سيستيم l'effet x y z voilà on a c'est un système x y z disbal l'équation peut-être qu'on a la chaque telle qu'est-ce qu'on égalité deux égalités qui qu'on a juste les égalités mjmouin donc cherche qu'on a le système de deux équations disbal équation cartésienne tu confies à une égalité égale à 0 donc qu'est-ce qu'on a la forme telle il y a ax plus by plus cz plus d égale à 0. D'accord? Dès que l'équation cartésienne de la droite le plan, z le plan l'espace. Ça fait? Et donc, il y a une relation qui est comme je l'ai dit, vérifie bien moi je le point qui est avec le plan ou avec la droite. Et donc, le sujet est qu'est-ce que l'objectif de nous? L'objectif de nous, l'akhir, va être monsab à ijad ce qu'on appelle les positions relatives. Les positions relatives d'elles les ensembles bimena même les positions relatives il y a ni des rasats d'elles donc l'objectif final objectif ou étude de position relative de la position relative position relative entre quoi et quoi يعني entre كاين حالات entre droite une droite entre droite et droite يعني مثلا نقول لك مثلا étudier la position relative de ces deux droites غادي تقول لي واش متوازيين واش متقاطعين واش non coplanaire et ainsi de suite voilà entre droite et plan une droite et un plan bien sûr يعني مستقيم كيدير مع هذا المستوى واش متقاطعين واش ما متقاطعينش واش متوازي مستقيم متوازي مع المستوى ولكن هذا الشيء كله غادي نديروه بالاناليتيك يعني بالاحداثيات اي فينالمون ان بلون مع بلون ان بلون مع بلون هذا هو لوبجيكتيف ديالنا فينال نعرفوا اننا نكونوا قادرين على ان تحديد التقاطعات ديال هاد الحالات الثلاث بيان سور واش كاين شي حاله اخرى لا ما كايناش بيسكو عندنا جوج دونك دروات مع دروات بلون مع بلون او بيان دروات اي بلون فوالا اتفقنا يلا اذا نكملوا الله يرضي عليكم نكملوا جو في اوفرير نوفيل فينيتر نتمنى ان هذا الشيء يكون واضح الوغ واش واضح لحد الان كاين شي سؤال نكمل مزيان لحد الان فهمتوا دابا البرانسيب ديال الدرس انا تيرا تنحاول نلخص لاقصى درجه شنو هي الاقصى درجه نعطي ديك العصاره ديال واحد تقريبا واحد 15 ساعه ولا ديال ميم يعني مع الدرسين بجوج راه يقدروا يوصلوا حتى 20 ساعه تنحاول نلخص ما امكن يلا ندخلوا دابا المعقول ندخلوا داكوغ نبداو اولا دونك بيبداو بدروات فوالا لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دون دروات شكرا ميرسي بوكو باش نلخص عليكم حتى نتوما راه عرفت راه ما كاينش شي واحد اللي تيبغي كثرت الهضره كثرت يعني لي ديتاي اكسيتيرا حنا كنبغيو ليسونسييل نمشيو لوبجيكتيف فينال الوغ لا قبل
انا كان قال لي واحد الراس ندوز التار من بعد ونعطيكم هاد لي ديتيرمينون. ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل. كاين واحد جوج ديال لي ديتيرمينون، كاين واحد ديجا درتوه، كاين واحد واحد جديد اللي هو لو ديتيرمينون اللي فيه جوج ديال لي جوج او لا فوالا جوج لي كومبوزون. راه كتعرفوا تحسبوا هاد لي ديتيرمينون، كتضربوا اكس في هذا، اكس في واي بريم، و هذا في هذا، هذا راه ديجا كتعرفوه. داكوغ. الوغ فوقاش كنحتاج دابا هاد اش كتقول لي اش يقول لي هاد لي تيغيم؟ اتونسيون دابا في لو بلون، في لو بلون عندي جوست لي فيكتور، فيكتور او اللي هو الاحداثيات ديالو غادي نسميهم اكس واي. اييه انا راه خدام في لو بلون اكس بريم واي بريم. الا قال لك الاستاذ بين بان بين بان او في سون كولينير، يعني حامله هما متوازيين، يقدر يكون عندهم نفس المنحه ما عرفناش. دونك انت اش كدير؟ كدير ديتيرمينون دو دو فيكتور، لي ديتيرمينون ديال او اي في. ديتيرمينون او في كيكون عندك ديتيرمينون، كتحط لي كوردوني ديال اكس هكا اكس واي ديال او باردون وديال في، وكتلقاها ايكال ا زيرو. ديتيرمينون كتحسبو اكس واي بريم و واي اكس بريم، كتلقى زيرو. ونبينا عليه الصلاة والسلام دونك ديريكتومون راه او في سون كولينير. ارانا دابا المشكل اللي غيكون هو الى تزاد لينا دابا الكوردوني وحده اخرى اللي هي زد، لا كومبوزونت زد. الوغ هاد لا ديفينيسيون ما غاديش تبقى ني بلو لا ميم في لاسباس. دونك لا ديفينيسيون غادي تولي كوم سا. اذا الى حيت باردون غادي نمسح هاد، نزيد هنا الزد ونزيد هنا الزد بريم. فوالا زد بريم. الو باش نبين ان جوج لي فيكتور كولينير هاد المره، ولكن في لاسباس، يعني في لاسباس يكونوا كولينير. هاد المره tu dois ماشي كالكولي ان سول ديتيرمينون باردون، tu dois كالكولي 3 ديتيرمينون كيتسموا لي ديتيرمينون اكستري. هاد لي 3 ديتيرمينون خص يكونوا بثلاثه كيساويو صفر بيان سور، لان ما بقاش عندك زاد عندك زيد زيد بريم. دونك تو سامبلومون بلا ما تشوفوا هادي، بلاتي غادي نبطل لتحت باش تجيكم سامبل. تو سامبلومون انت كل مره غادي تاخد دو دو، يعني تاخد مثلا اكس اكس بريم، ناخد اكس واي باردون. اكس اكس واي وتاخد تحت منها حداها اكس بريم واي بريم. هاد ديتيرمينون الاول، ديتيرمينون الثاني غادي ناخد اكس اكس زد وناخد اكس بريم زد بريم. يعني كتستف ستف هذوك لي 3 كوردوني فيرتيكالمون هكا اكس بريم واي بريم زد بريم، وشاك فوا tu caches une ligne. اون كاش لا ليل الاولى، راه كان هادوك لي دو لي 4 اوتر اللي كيبقاو لينا، لي 4 ريستون، لي 4 ريستونت باردون، لي 4 كومبوزونت ريستونت، راه كيعطيونا واحد يعني واحد ديتيرمينون. دونك شحال عندنا من شوا؟ عندنا ثلاثة. اون بو كاشي لا بروميير لين، لا دوزيام لين، و لا تخوازيام لين، وفي الاخر غادي نلقاو دونك ثلاثة لي كومبوزونت، ثلاثة ديال لي ديتيرمينون كيتسماو لي ديتيرمينون اكستري. داكوغ. دونك الا غطينا اكس اكس بريم اش غنلقاو؟ غنلقاو ايكغيك زد ايكغيك، ها هي الاخرانيه غنلقاو هذه. الا غطينا الوسطاني غنلقاو الثاني، الا غطينا الاخر من القول ديتيرمينو الاول. فوالا هذا من ناحيه، هذا باش نبينو بان دو فيكتور سون كولينير. اتونسيون اذا كاينين جوج لي مون كيتشابهوا لكن ما عندهمش لو ميم سونس، كاين كولينير وكاين كوبلانير. الوغ ميم هنا كولينير، كولينير يعني حامله هما متوازيين عندهم لا ميم ديريكسيون. كوبلانير يعني il se situe، on peut les situer dans un plan، يعني نقدروا مثلا الا درنا لهم ترانسلاسيون نقدروا نجيبوهم يتحطوا على نفس السطح نفس لو بلان. هذا هو المعنى ديال كوبلانير، ما تبقاش شي وحده خارجه من هذاك لو بلان، اتفقنا؟ يتحطوا بجوجهم على لو ميم بلان. الوغ ماتنون لو ديتيرمينو ا 3 هذا الجديد، هذا راه عندكم في الوطني العام الجاي 100% عندكم، هذا تيتحط في الوطني. فوالا هذا هو اللي كنحددوا به ليكواسيون كارتيزيان ديال
ديال ليكواسيون كارتيزيان ديال لو بلان، حيت لو بلان عندكم العام الجاي ان شاء الله غادي يكون عندكم لو بلان، ليتود ديال البلان مع سفير، ولكن غادي تكون لا دغوا تاعي حاضره معاه صافي في الهندسه الفضائيه العام الجاي. الو هذا بيان سور هذا غادي نفصلو مزيان وغادي نوريكم كيفاش دابا كنحددو لو برودوي او لا فوالا او لا لو ديتيرمينون باردون لو ديتيرمينون ديال تنقولو ماتريس، هادي سيت اون ماتريس، دونك الناس ديال سيونس ماتر كيعرفوها. لو ديتيرمينون 3 3 يعني كيكونو 3 لين 3 كولون صافي. ديتيرمينون كاري دونك اكس واي زد، x prime y prime z prime، وهنايا x seconde y seconde z seconde. Deux vecteurs quelconques في l'espace sont toujours coplanaires. ولكن إلا زدنا ليهم ان فيكتور اخر w ماشي بالضرورة كوبلانير معاهم بثلاثة. اذا باش يكونوا كوبلانير خاصنا اون كونديسيون، اون كونديسيون هي اش؟ اون كونديسيون هي ان لو ديتيرمينون خاص يعطينا زيرو. Alors comment on va calculer le déterminant? Tout simplement, on développe, quand développe, quand développer par rapport à la première colonne. Mais on peut le développer avec une ligne, selon une ligne ou la quelconque. Avec les, donc les mots à même là quand développer, quand la première colonne. Comment? C'est très simple. كناخدو هاد لا بروميير كولون، كناخدو لو نومبر الاول اكس. الوغ انسويت اش كنديرو؟ اون كاش لا لين اللي فيها اكس، اي لا كولون اللي فيها اكس ديجا، وداكشي اللي كيشيط ليا كنحطو في ديتيرمينون. دونك كنحطو في ديتيرمينون، و هاد ديتيرمينون راه كنعرف نحسبو، ديتيرمينون كاري دو دو صافي. يلا انا اختاريت نديفلوبي بارابوغ لا بروميير كولون، اذا هاني اكس كملت منها لا ميم شوز. كندوزو ل y، ولكن اتونسيون ملي كندوزو ل y كنقولو بان عندنا اون سوم الترني. ما معنى سوم الترني؟ كتبقى غادي بلوس موان بلوس موان اي انسي دو سويت، هادي راه سي اون ديفينيسيون داكور استاذ منين جا هادشي الى اخره، لا ديمونستراسيون اكسيتيرا ديال دو ديتيرمينون اي توت لي بروبريتي ديالو، هادشي راه تال سوبيريور عاد كيتقرب. ما عليناش اكس دونك هنايا غندوزو غنديرو موان، حيت الترني دزنا للتاني غنديرو موان، موان ايكغيك لا ميم شوز، هاد المرة اون كاش لا لين اللي فيها ايكغيك اي لا كولون اللي فيها ايكغيك توجور، باش يطول ليا اش هاد لي دو وهاد لي دو، غنحطهم بلو ميم اوردر اللي فيهم، لو ميم اوردر غادي نحطهم هنايا، صافي دابا كملت من ايكغيك، غندوز فينالمون زد، دابا درت موان ايكغيك غادي ندير دابا اش بلوس زد. إذن دو ميم بلوس زد فوا لو غادي نغطي لا لين اللي فيها زد و لا كول توجور لا كولون اللي فيها زد غنغطيها، غادي يشيط ليا دونك اكس بلوس باردون اكس بريم ياك ايكغيك بريم اكس سكوند ايكغيك سكوند فوالا. وي واسي لا ديال اش فاش كنحطو دوك لي كومبوزونت اكس واي اكس سكوند. لا لا تو دوا كوم تو دوا سويفغ لوردر. عرفتي شنو المشكل اللي غادي توقعي فيه؟ المشكل اي في لو موان اي بلوس. انا باش نعفيك انا من المشكل داكوغ. شوفي نقول لك واحد القضيه، شوف انا غادي نعطيكم انا واحد الحاجه ولكن هي راه ما كايناش بالنسبه للسيونس اكس. نقول لكم انا هاد لو موا منين نورمالمون شنو هي لا غولاسيون جينيرال ديالو، عرفتي اش كيكون عندنا هنايا؟ تيكون عندنا يا داك الاكس ولا ايكغيك، هادي كتمكنك تبداي باللي بغيتي، كضربيها فاش؟ كضربيها في موانز ان اس ماذا الاس كنديرو لا لين لا سوم ديال لا لين اللي كاينه، دونك لا لين نسميها اي هاد لا لين اي اي لا كولون غنسميها لا كولون جي صافي. فوالا دابا لاحظي معايا اكس شنو هي شحال لو نيميرو د لا لين اللي فيها اكس؟ هي واحد، كاينه في لا لين واحد. دابا راه بحال شي طابلو ديال بحال اكسل، دونك هذا لا لين واحد، وشنو هي لا كولون رقم لا كولون اللي فيها اكس؟ هي واحد نيت، اذا واحد زائد واحد هي شحال؟ هي جوج.
اذا موان زان على بويسونس دو هي ان، داكشي علاش خرجت لي هنايا بوزيتيف. دابا علاش ما تخرج هنا نيجاتيف؟ شوفي اشنو هي لا لين، شحال هي الرقم ديال لا لين اللي فيها ايغريك؟ دو، تخي بيان. وشنو هي لا كولون اللي فيها ايغريك؟ هي ان. الى زدنا دو بلوس ان هي اش؟ هي تخوا. موان زان، فوالا. اذا بهاد العلاقه هذه، دابا هذه مشكله ما عندناش في لا لوسون، ما عندناش في المقرر. حتى دوت هذا، راه هاد العلاقه كتمكنك لا تمشي كاع انت لهاد لا كولون هادي ديفلوبي بيها. دابا يمكن لك تعرفي واش غادي ديري موان مع هادي. دابا بلاتي الا بغيت ديفلوبي بارابور هاد لا تخوازيام كولون ايغريك سكوند، اشنو غادي نكون سابقه ليها؟ واش موان ولا بلوس؟ باش غنعرف نشوف لا لين ولا كولون اللي فيها ايغريك سكوند. لا لين هي 2، لا كولون 3، 3 بلوس، لا 2 3 يعني 2 بلوس، تنديرو لا سوم، لا سوم 2 بلوس 3 هي 5. 5 اذا الى ديفلوبي تي بارابور هاد لا ديرنيير كولون، هاد ايغريك سكوند غادي يكون فيها موان، غادي يكون سابقه موان. صافي، ولكن بما ان هادي ما عندناش وهما اللي دايرين في لا لوسون دايرين لينا بلوس موان بلوس بهاد لوردر، اذا امبوزاو علينا نمشيو بلوردر ديال هاد لا كولون. نبداو بهاد الفوق، عاد هادي، عاد هادي. صافي داكور. واش واضح بالنسبه لهاد كومون اون كالكولي دو ديتيرمينون 3 3؟ ايوا راه شتي كيما درنا دابا 3 3 نقدروا نديرو ديتيرمينون 4 4 اي انسي دو سويت، باش نبينو اشنو؟ باش نبينو بان 3 فيكتور سون كوبلانير. شكرا وسيله، ميرسي. هادي باش نبينو بان 3 فيكتور، باش نبينو بان 3 فيكتور ها انتما لو ريال اكسيتيرا اي تابلي ديتيرمينون، وكنكتبو هاد دونك كنكتبو حتى هو ديتيرمينون دون لا باز اي جي. علاش لا باز؟ لان استعملنا لي كوردوني في هذيك لا باز. غادي نشوفو من بعد تيوغيم، ها هو 3 فيكتور سون كوبلانير، ثلاثة لي فيكتور كاينين في لو ميم بلون. غادي نشوفو الاستعمال الحقيقي الاصل ديال هادي، شنو هو الاستعمال ديالها؟ غادي نشوفو لوبجيكتيف اللي دائما صوب عينينا هو هذا، هو هذا لو بلون لا دغوات، نلقاو ريبريزونطاسيون باراميتريك ديالهم ونلقاو لي زيكواسيون كارتيزيان ونديتيرمينيو لوبجيكتيف ديالنا ونديتيرمينيو لي بوزيسيون غولاتيف انطلاقا من الاحداثيات في ليسباس. وي خولة، وي فازي. الو، انا كندير وانت كديري او ميم طون. وي خولة، وي نعم نعم اييه اها. لا ولكن بلاتي كولينيير هذيك راه في لو بلون، فاش كنتي خدامه في لو بلون كان عندك جوج الاحداثيات. دابا راه تزادت لينا الزيد في الحساب، زدنا الزيد كيولي عندنا ثلاثة ديال لي ديتيرمينون، غيوليو عندك ثلاثة، ثلاثة ديال لي ديتيرمينون خصك تلقايهم كيساوي لنا صفر. ولكن بالنسبة لا كوبلاناريتي دابا خصنا نتفاهمو، واش عرفتوا الفرق بين كولينيير وكوبلانير؟ باش ما عرفتش كي غادي نعطيكم ان اكزومبل. بلاتي بلاتي انا غادي ندير لكم ان اكزومبل كاع. ما عرفتوش كتبان لكم، كتبان لكم الكاميرا ديالي خاوله مزيان؟ كتبان لا هي كليكيو عليها باش تخرج عندكم في تخرج عندكم في ليكرون تولي كبيره. هانتي شوفي مثلا غادي ناخد هاد لو بلون هذا، ياك هذا سي ان بلون، سطح مستوي هو لو بلون داكور. هانتي شوفي معايا، غادي ناخذ هذا الستيلو هذا، دو فيكتور محطوطين فوق لو ميم بلون، واخا يكونوا ما عندهمش لو ميم سونس، يكونوا دايرين هاك الى اخره. ها هي، ها هما محطوطين، شفتهم تيبقاو في لو ميم بلون.
هادو تيتسموا كوبلانير. كوبلانير المشكل اللي عندنا هو ان ماشي تخوا فيكتور ديما يكونوا كوبلانير. ها انتما مثلا هاد الفيكتور هذاك هكا داير، واش هاد لي تخوا فيكتور اللي محددين بهاد لي تخوا ستيلو واش كوبلانير؟ لا لا نو كوبلانير، هاد بثلاثة هادو نو كوبلانير. إذا إلا حسبنا هذاك الديتيرمينو اللي فيه ثلاثة ثلاثة ما غادي ديال إلا حطينا فيه الإحداثيات ديال هادي وديال هادي وديال هادي ما غاديش نلقاوه كيساوي لينا زيرو. داك يلاه درت مع وسيلة دابا صافي، إلا لقيناه كيساوي صفر داك الديتيرمينو الجديد اللي فيه ثلاثة ثلاثة كي غيكون هاد الأحمر غيكون أبلاتي معاهم، غيكون داير هكا غيكون محطوط معاهم هاهو. وفي لو بلون ما سوقيش اش غيوقع في لو بلون، هانتي في لو بلون غادي نقبل لكم دابا لو بلون. ما شتي يقدر يكونوا دابا حنا لا جيومتري اللي كنا خدامين بها في الهندسه اللي كنا نخدموا بها في ترون كوما الى اخره، راه كنخدموا هي في ان بلون في ليسباس كامل، هي في ان بلون كنخدموا هي على هذا لو بلون هذا. دابا لا دابا خرجنا حنا ليسباس صافي، هذا هو المعنى ديال كوبلانير. اذا بحال دابا هادي كولينيير، اولا قبل ما نهضر على كولينيير خاص كولينيير كنقول كنهضر على جوج لي فيكتور، ما يمكنش نقول ثلاثه لي فيكتور ولا جوج لي فيكتور واش كولينيير ولا ماشي كولينيير، غير جوج. كولينيير يعني حامله هما متوازيين، يعني بلاتي كولينيير كولينيير الا كانوا بلاتي. ها انتم شوفوا معايا مزيان، ندير واحد هاكا مثلا كولينيير يقدروا يكونوا دو سونس انفيرس، ولا راه كاين واحد لو بلون ها هو دايز بحال هكا دايز بحال هكا، كاين واحد دائما غيكون واحد لو بلون دايز منهم، هادو هما كولينير يعني تيكونوا حامله هما متوازيين. اذا دو فيكتور كولينير سون توجور كوبلانير، سون توجور كوبلانير كولينير صافي. بلاتي نعطيكم مثال ديال دو فيكتور اللي ماشي كوبلانير، لان خصنا نفهموا واحد الحاجه ملي كنخرجوا لاسباس لي فيكتور فوالا. اذا شوف كاين ثلاثه الحالات او كاينين جوج الحالات ماجور، كاينه اما يكونوا كوبلانير، في الحاله ديال كوبلانير تيكونوا اما متوازيين اما متقاطعين. المستقيمين كنهضر على المستقيمات ماشي المتجهات، المستقيمات اما يكونوا متقاطعين اما يكونوا متوازيين، هذه كوبلانير. راه هما دابا ايل سو سيتو في لو ميم نيفو لو ميم بلون. الحالة الأخرى ما يمكنش نهضر لا على التوازي لا على التقاطع اللي هي ماشي كوبلانير بحال هكا. دابا هاد الجوج كي دايرين هاد الجوج؟ هاد الجوج هاد لي دو دغوات ولا هاد لي دو فيكتور لي دو دغوات كي دايرين؟ واش باراليل؟ لا ماشي باراليل. واش باراليل واش سيكونت واش متقاطعين؟ لا ما متقاطعينش، لأن إلا مددت هذا واخا نمددو حتى هنايا واخا نمدد هذا حتى هنايا ما عمرو يتقاطعوا. اذا شنو كنقول عليهم في هذه الحاله؟ كنقول نو كومبلانير، ما كينتميوش لنفس المستوى، اذا لا يمكن المقارنه بينهما، ما عندهمش لا بوزيسيون غولاتيف، ما تنقولوا بان نو سون با كوبلانير وتنساليو صافي صافي. ملي كنهضروا على ان بلون دي فيكتور كوبلانير دونك تيكون عندنا دي فيكتور كوبلانير تيكونوا بحال هكا مثلا، تيكونوا اي سي سيتو في لو ميم بلون، تيكون محطوطين على لو ميم بلون، هذا هما كوبلانير محطوطين على لو ميم بلون. راه في ليسباس راه حنا دابا انا راه خدام في ليسباس، ولكن جو مو سيتو سوغ ان بلون في ليسباس. فين خدام انا دابا؟ راه انا راه ديجا خدام في ليسباس، لان ملي كنقول لك الا خرج فيكتور دايره الا ولا عوج شي شويه دايره دابا، واش هاد لي تخوا ما بقاوش كوبلانير؟ اذا دونك راني خدام في ليسباس، ما كنبقاش حبيس لواحد لو بلون صافي. طونبخي لا لا مزيان، انا جيسبيغ يكون مفهوم، انا هذا هو المهم عندي يتفهم هذا الشيء صافي. تخي بيان ميرسي بوكو. دابا ندوزو للحساب، لان يعني مزيان التصور ديال ليسباس التخيل الى اخره راه تري امبورطون. دابا ندوزو للحساب نشوفو كيفاش غادي نديرو. اذا كيفاش غنديرو؟ اول حاجه غادي نبداو بها دائما رجع لا لوسون، ياك رجعت لا لوسون؟ في الكتابه ها لا لوسون ها الكتابه صافي. دابا غنبداو بالترتيب، نمشيو دابا نمشيو لا دغوات ياك نشوفو لا دغوات.
la représentation paramétrique d'une droite. Comment هنا غادي نبداو بهادي غادي نمشيو ننظموا شويه اذا غنبداو بهادي كيفاش الى عندي une droite un point ou un vecteur directeur كيفاش يمكن ليا نجبد représentation paramétrique ديال une droite. Oui, je vous conversation. Le parallélisme et la perpendicularité donnent toujours les droites coplanaires. Le croisement. Là, d'abord, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Il y a une différence entre, je pense que déjà dit, entre orthogonal et perpendiculaire. Orthogonal, de droite orthogonale, ماشي بالضروره يكونوا متقاطعين بحال اللي وريت قبيله ماشي بالضروره يكونوا متقاطعين غادي نوريكم هانتوما هاد لي دو دروات هادو دو دروات الا كانوا متقاطعين دو دروات متقاطعين كيكونوا دائما كوبلانير لان كيكونوا هانتوما لاحظوا معايا راه كيكون واحد المستوى اللي كيدوز منهم بجوج فهاد الحاله كنقولوا بان لي دو دووات سون بيربونديكولير اي اون بو دير اوسي اورتوغونال اذا هذاك لو مو اورتوغونال هو سي ان مو لي جينيرال اورتوغونال اي بيربونديكولير دابا هادو راه بجوجهم اورتوغونال اي بيربونديكولير بيربونديكولير باش تزيد انسيستي على انهم راه متقاطعين راه متعامدين ومتقاطعين ولكن الا درت لهم بحال هكا لاحظوا إذا درت لهم هاك هادو ما كنقولوش عليهم بيربونديكولير ما يمكنش نقول لان ما متقاطعينش اذا اش كنقولوا عليهم اورتوغونال اورتوغوناليتي الاورتوغوناليتي يعني الا خديتي لو فيكتور ديريكتور ديال هذا خديتي لو فيكتور ديريكتور ديال هذا ودرتي البرودوي سكالير ديالهم ولا درتي الازاحه ديال لان لي فيكتور هما اللي كنزيحوهم لو برودوي سكالير الا لقيتيه زيرو راه كنلقاهم راه كنقولوا عليهم اورتوغونال إذن الكلمة العامة هي اورثوغوناليتي اورثوغونال هي التعامد سوا هكا سوا هكا تنقول لهم اورثوغونال توجور ولكن إذا كانوا حالة خاصة كانوا متلاقين نقدروا نقولوا عليهم بيربونديكولار صافي فوالا هذا باش نجاوب البازين باش نجاوب البازين على الفكرة ديالته يلا اسمحوا لي عافاكم ندوزو الله يرضي عليكم سوا دي اون دروات باسون باغ ان بوان ا est dirigé par un vecteur non nul. Il donne un point et un vecteur. La droite, chez Hajel, les mains qui attachent les données bizarres. Qui ressent un octant ou tigia. Alors, tout simplement, Nisbal la droite. Donc la droite, on dit Nftarad, mais la droite, quand on a le Rams, quand on a le D, A, U. Ça veut dire qu'il passe par A et est dirigé par U. On va faire que A est X, A, Y, A, Z, A. On va faire que le vecteur U est alpha, bêta, gamma. Ça fait. Il donne la représentation paramétrique de la droite. Il donne la représentation paramétrique. Mais il y a une représentation paramétrique. Paramétrique. Alors, oui, l'étude analytique, c'est l'étude كلاسيك عاديه ليتود اناليتيك فيها الاحداثيات الى اخره بخير دونك كتولي كتلقى بعدا على الاقل فين تخدم ماشي كتكون داكشي فلو دونك شنو هي تو سامبلومون غادي نديرها افيك اون اوتر كولور غادي تكون هي واحد لو سيستيم غيكون اكس ايغال ايغريك ايغال زد ايغال وكنحطو هنايا الاحداثيات ديال ا ايغريك ا زد ا بلس وكندير هنا واحد البارامتر كنضربوه في لي كوردوني ديال لو فيكتور اذا تي الفا بلس T bêta plus T gamma avec T quand je T appartient à R. Ninja Tnadi a dit Jatnam n'a de la rakatalia. La droite, qu'est-ce que deux A ou deux vecteurs directeurs U, il a l'air d'inachi point M quelconque, X, Y, Z, maintenant, m'a dit que la droite, AM et U qui récolle collinéaire, il y a AM, radit saoulina, T fois U. Il a donné l'idée de dialadi ou l'idée de dialadi, radin kharjouf à la rakat. D'accord? Donc, on peut directement prendre la représentation paramétrique. Voilà. Ce système. Et là, je t'en voulais une.
لان رمضان هو تقدر تاخذ ان اوتر بوان، تقدر تاخذ اون اوتر ان اوتر فيكتور، يعني تقدر تلقى اون انفينيتي دو ريبريزونطاسيون باراميتريك بور اون دروات. فوالا، ندوزو دابا للثاني، الحاجه الثانيه اللي هي هادي لا دوزيام. غنمشيو بهذا الترتيب هذا نيت، اللي هو دو زيكواسيون كارتيزيان، دو زيكواسيون كارتيزيان ديال دروات. وي حمامي، الو حمامي، اكتيف لو سون. السلام عليكم. نعم. التاء ان نومبر، ان نومبر ريال، ان نومبر سي ان نومبر ريال، داكور. الوغ بلاتي اسمحي لي، هو داك المعامل استقامية، المعامل مي كيكونوا جوج لي فيكتور، مثلا كنقولوا ا بي كتساوي واحد على جوج مثلا ا سي، هذاك تي هو هذا، شتي تقولوا لي معامل الاستقامية ديال المتجهتين، لأن المتجهة ا ام كي غادي تكون مع او غيكونوا كولينيير، غيكونوا مستقيمتين. دونك لو تي كيكون هو معامل استقامية، و بور شاك بوان ام غادي تلقاي ليه واحد تي مرتبط به، داكوغ. هو هذا النومبر اللي دونك، ولكن هنايا تي تيكون انكونو، تيكون انكونو، هذا اكس ا الفا بيتا كلهم تيكونوا كونو. اذا لو نومبر تي سي ان نومبر، هو معامل استقامية، تنقولوا ليه تي. يقدروا نسميوه كا، نقدروا نسميوه جو تون بخي، يا با دو بروبليم، نقدروا نسميوه كا، نقدروا نسميوه الفا، ما عندنا حتى مشكل. Alors, avec les mêmes données, بالنسبة à la droite passant par un point et dirigée par un vecteur non nul. علاش كنردو لو فيكتور نون نول؟ لان لو فيكتور نول راه il dir il دونك لو فيكتور نول عنده، كاين بزاف ديال، يعني كاين اللي تيقول لك بان انا با ديريكسيون، كاين تيقول لك راه جميع الاتجاهات راه سون دي ديريكسيون دو فيكتور نول. دونك حنا تنخرجوا من باب واسع، تنقولوا بان لو فيكتور نورمالمون كي ديريج اون دروات خص يكون نون نول باش يبان لي لو فيكتور حقيقة. دونك العلاقة او ليغاليتي باردون، دونك الا كان بالنسبه لو فيكتور، غادي ناخذ دونك لو فيكتور، غادي نسميو لي كوردوني ديالو ا بي ا بي سي. لاحظوا معايا، الا كان ا يخالف صفر و بي بثلاثة يخالف صفر، الوغ لو سيستيم ديكواسيون كارتيزيان كيكون هو لو سيستيم سويفون، تيكون اكس موان اكس ا، راه هادشي البرهان ديالو راه كاين، ولكن كي قلت لكم حنا ما عندنا ما نديرو، لان ما البرهان بريسك راه دابا ما بقاش كاع كيتبرهن، لان البرهان مزيان تعرف الى اخره، بغيتو راه كاين في لا لوسون، ولكن الخدمه نخدمو مباشره. دونك انا عندنا دو زيكواسيون، راه ميم سيونس مات اغلبيه النتائج راه ما بقاوش كاع تما تي ديمونطريو، دو زيكواسيون كارتيزيان، داكور، دو زيكواسيون كارتيزيان. الوغ شنو هما دي زيكواسيون كارتيزيان؟ عندنا حالات، الا كان عندنا دوك لو فيكتور، اتونسيون بلاتي، الا عندنا الفا يخالف صفر اي بيتا يخالف، باردون، بيتا يخالف صفر ديفيرون دو زيرو اي غاما يخالف صفر، الوغ ليكواسيون كارتيزيان كتكون على الشكل التالي، كتكون دو زيغاليتي، كيكون اكس ناقص كنديرو اكس موان اكس ا سور لا بروميير كومبوزونت ديال لو فيكتور اللي هو الفا، كيساوي ايغريك موان لا بروميير كومبوزونت على بيتا، كيساوي زد moins z la troisième composante sur gamma. D'accord? Alors je pense que j'ai déjà donc le résumé, donc la leçon à dire qu'il y a la démonstration en utilisant bien sûr la collinéarité. Donc avant de dans les à retenir. Voilà, radis de Kounena, je pense. Système de deux équations. Aïe, donc, etc. Activité. Voilà, il y a l'activité. L'activité fait une démonstration. Vérifier qu'il existe T. Aïe, les souletni, hmami, gtleroman, un droite. Vérifier que dina un point avec la droite. Vérifier où j'ai, il donne tout simplement la réponse. A tout bima, un AMU collinéaire. Alors, il existe un T réel. D'accord. On suppose montrer que. منين غنجيبو دابا هادي ومنين نجيبو هادي؟ راه نجيبوها من لا ريبريزونطاسيون. لاحظوا معايا، غادي نجيب اكس موان اكس ا، غتبقى ليا هي تي فوا ا، دونك الا قسمت على ا غتبقى ليا هي تي، اذا الا درت، ولكن هادشي بيان سور سي ا اي نون نول.
الوغ الا درت لا ميم شوز بوغ لي زوطر غادي نلقاهم كلهم كيساويو، دونك هاد التلاتة هادو غيساويو ليا تي، دونك راه بتلاتة كيكونوا متساويين. دونك راه كاينه ايكيفالونس بين لا ريبريزونطاسيون باراميتريك اي بين ليكواسيون كارتيزيان. لي دو ايكواسيون علاش سميناهم دو ايكواسيون؟ لان عندي جوست لي زيغاليتي هنايا، داكوغ، دو ايكواسيون كارتيزيان. الوغ السؤال المطروح، ماذا يقع الا كان عندي واحد فيهم نول، واحد في لي كومبوزونت نول؟ اذا ما يمكنش نقول على زيرو. دونك شنو هي ليكواسيون اللي كنخلي لي دو ايكواسيون الاولين وليكواسيون الثالثه اش كنعوضها؟ كنعوضها بهذا البسط يساوي صفر، اذا الزيد كتساوي الزيد ا. داكوغ، هادي يعني لاحظوا معايا بالنسبه للوحده، طونسيون، هادو سو سون دي كا لي تري 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 بارتيكولي. الحاله الثانيه هي ان الا كان عندنا الفا نون نول اي بيتا نون نول، ولكن باردون هنا بيتا دونك فيرغول فيرغول اي غاما ايغال ا زيرو، دونك هي وحده فيهم مثلا غاما ولا الفا، اش كنديرو؟ كنحتفظو باللي دو اللي ما فيهمش مقسومين على لي نون نول، ايوا، والاخرى كنعوضوها، ما كنقولش على صفر، كنعوضوها بالبسط يساوي صفر، يعني كنعوضوها بالزيد موان زيد ا، زيد كتساوي زيد ا، اولا زيد موان زيد ا كتساوي صفر. الحالة الأخيرة هي إلا عندي جوج كيساوي زيرو، إذا ألفا كتساوي صفر، بيتا كتساوي صفر، باردون، وي، في الحالة ديال جوج. إذا كيس كون كونستات في هاد الحالة؟ كنمشيو لهادوك اللي فيهم ديك ألفا وبيتا نول، وكيعطيونا جوج لي زيكواسيون، إكس كتساوي إكس أ، إي إيكغيك إيكال إيكغيك أ، دونك دائما، دونك هنا غاما أو فوالا غاما نو نانتيغيس با، ما كتهمناش. داكوغ، ما كتهمناش، دونك هنا كيكونوا عندنا دائما كيكون عندنا دو زيكواسيون، ولكن هاد لي حالتين صغار باش نلقاوهم، هل هاد الحالة عامة هي فين كنلقاو بزاف. فوالا، هذا بالنسبة لأون دوات، داكوغ، فوالا، دوزو بالنسبة لأن بلون، شوفوا، فوالا، ريبريزونطاسيون باراميتريك دون دوات، هادشي راه ديجا شفناه، نهبطو الريزومي، نرجعو ليه، سمحوا ليا. فوالا، ها فين وصلنا. نشوفو دابا لو بلون، شوفو لو بلون، دابا دزنا كملنا هاد الجوج، ندوزو لو بلون، لا ريبريزونطاسيون باراميتريك ديال ان بلون. دو ميم، لا ريبريزونطاسيون باراميتريك، دونك هنايا غادي ندير اون كولور، اون اوتر كولور، سي بون، فوالا. Alors, la représentation paramétrique pour un plan d'abord. Qu'est-ce qu'il nous faut pour définir un plan? Un plan, c'est un point plus, plus quoi? Plus deux vecteurs. C'est juste les vecteurs. Un plan, mais il peut faut, il est là un point et juste les vecteurs. Et là, je l'ai dit, il y a une infinité de plans. D'accord? Donc, il nous faut un point et deux vecteurs. Bien sûr, deux vecteurs non collinaires, mais connus collinaires. Les années, il y a qu'un collinaire. Mais avec le point, il peut passer une infinité de plans. Donc, mesien, la représentation paramétrique, taille, représentation paramétrique. شنو كتقول هي؟ كتقول هي الا كان عندك نسمي هذا مثلا U ونسمي هذا في ونسمي هذا لو بوان غادي نسميه A. لو بوان نقدر ناخذ هو لوريجين ديالهم، يلاه ماشي مشكل، ناخذ لوريجين ديالهم بجوج، نقدر تجيبهم حتى لعند A افيك اون ترونسلاسيون. الوغ سي اون بخون ان بوان M كيلكونك في هذا لو بلان هذا، لاحظوا معايا غادي يولي عندي الا رديت هذاك لو بلان هكا واقف، غادي يولي عندي بحال لو روبير اللي كنعرف، شتي؟ U, V. ماشي بالضروري يكونوا هادو، غادي يولي M هكا داير. فوالا، وهاد لو بلون هو باش كنا خدامين حنايا كاع هاد السنوات الفائتة، كنا كنخدمو على أن بلون واحد، كنمثلو فيه أن روبير إكسيتيرا. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أنه المتجهة M أو لا متجهة AM، إذا أون بو دير كو AM، داكوغ؟ إي سيكري أون فونكسيون دو U et V، دونك كتساوي لينا K فوا U. بلس تي فوا في، إذا هاد المتجهة هادي
يمكن لي نكتبها بدلالات هاد الجوج هادو، وبالتالي la représentation paramétrique va être sous cette forme x égale y égale z égale. Je vais faire les deux de la A, x A, y A, z A. Il a la relation il a les deux de la relation. Plus k alpha, on va donc avec U. On va dire alpha, beta, gamma. Ou V, on va alpha prime, beta prime, gamma prime. Plus k, k beta plus k gamma plus k alpha prime plus k la ماشي k attention attention t t لان هنا غادي نضرب t fois v plus t fois alpha prime plus t fois beta prime plus t fois gamma prime avec angulona avec t et k. Le couple TK appartient à R carré. On te marque à le couple. Ça veut dire qu'il y a K qui est R ou T qui est R. C'est ce qu'on a dit le couple. Alors, je ne sais pas si vous avez une question. Vous avez une question. Alors, on va découvrir ça. Alors, d'abord, l'équation cartésienne. L'équation cartésienne, la chose qui est essentielle cartésienne. Les mots ZEF. Équation cartésienne de droite. Voilà. Alors, ce moment, je vais vous il a redit les deux vecteurs. Le même chèque, UV, ou redit A, ou redit M, il y a un point. Alors, les vecteurs AM, U, et V qui reconnaît son coplanaire, fait le hala, son coplanaire, ou a dit l'équation de le plan. Alors, bima on a trois les vecteurs coplanaires, on est le déterminant, je dis, les redemps, mais aussi la goubila, les fait l'atlata, ça veut dire on a déterminant, dial AM, mais le vecteur U, mais le vecteur V égale à 0, elle dit équivalente, elle dit équivalente le hadi. D'accord? Voilà. Hadi équivalente le hadi. Alors, je connais moi le mjoul, le mjoul ou m, réconfie x, y, z. Donc, hadi, hadi, tcharj li wahed la relation, li réconfie en fonction de x, y, z. Tcharj ax plus by plus cz plus un nombre d égale à 0. Ou hadi, il y a l'équation cartésienne d'iel. ديال ايكواسيون كارتيزيان وحده كافيه انها تعرف ليا ان بلون عكس لا دغوات. الوغ اذا هنا طبيعه الحال مزيان حنا شفنا كل شيء داكوغ ايكواسيون كارتيزيان، ولكن تيبقى لينا واحد لا كومباريزون لا نشوفوا واحد لا بريفيرونس، لان حنا في الماط دائما كيخصنا دائما ان ننقصوا علينا لو طرافاي. Alors, en général, on va vous comment le sujet. En général, pour une droite, on choisit en général. Il y a une machine d'aimant, de manière à la situation. Mais en général, on choisit pour une droite. Qu'est-ce qu'on choisit? D'accord, monsieur, merci beaucoup. Vous avez expliqué. J'ai une petite demande. Est-ce qu'on peut arrêter car mon téléphone va s'éteindre? Ça fait d'accord. انا رانيت غندير على حساب تقريبا وربع غادي نوقف صافي ان شاء الله. دوت التوقيت اللي داير لان بغيت نافونسي، كل ما افونسيت بزاف داكشي شنو تنطول باش نافونسي باش نحيدو علينا البروغرام ان شاء الله صافي. دونك نرجع ان دروات، اشنو هي احسن وسيله في نظركم؟ قولوا لي نتوما واش احسن وسيله هي ماشي الاندلسي، احسن وسيله يعني بالنسبه لينا هنا هي اننا نديرو لو ريبريزونطاسيون باراميتريك ولا دوز ايكواسيون كارتيزيان. ا فوتر افي ايكواسيون كارتيزيان بالنسبه للدروات. دروات راه دروات عندها دوز ايكواسيون كارتيزيان. اذا شكون اللي كتكون تتبان لكم سامبليفي دو بلوس، واش هاد دوز ايكواسيون كارتيزيان ولا الاخرى؟ اذا اون جينيرال بالنسبه للدروات اون شوازي لا ريبريزونطاسيون باراميتريك اكزاكتومون.
Allô, اسمح لي تقطع الصوت. وي شوفوا لا كونفرساسيون وقيلا غيكون البازيم غالبا غالبا. Pour le plan, c'est mieux qu'équation cartésienne. Hassan Jidda. Bravo. Bravo. لان لاحظوا معايا هنا في هنا كاين جوج لي زيكواسيون بزاف دونك بالنسبه ل فوالا اذا حتى العام الجاي ان شاء الله لو بلون او لا دغوات من الاحسن انك تختاروا ليه لا ريبريزونطاسيون بارامتريك بالنسبه لو بلون هذيك لا دغوات بالنسبه لو بلون باينه واش شحال هذه فيها جوج لي فيكتور وفيها دائما كنحاولوا نقصوا اذا من الافضل اننا اذا كان غالبا غالبا نقدر نهضر معكم نقول لكم العام الجاي 100% يعني غنحيد لكم غير ديك 99.99% هاد العام هذا لا غنخلي لكم هادي غنقولوا تقريبا في لي على حسب لي زيكزارسيس لان خصنا نتعلموهم بجوج صافي فوالا واحد فو زيكوتي بروف لا نسيبه ما سمعتكش نسيبه قلتي شي حاجه نسيبه tu lèves la main, mais c'est que je suis chez Haja. D'accord. Ne savez pas, j'ai pas compris. S'il vous plaît, vous écoutez le prof. Ah, mais chez Mouchkil, d'accord. Vous parlez peut-être. كتهضري مع الأصدقاء ديالك ماشي مشكل إذا نرجعوا لهنا يلاه يرضي عليكم ولكن شوف نقول لكم انا واحد الحاجه اللي غادي نتنبؤوا بها العام الجاي ان شاء الله وي وي فدوى السلام عليكم اه صافي ما تشوفش هي كتسمع ولا لا صافي شكرا انا فدوى شكرا بزاف شكرا بزاف العام الجاي ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله غادي تخدموا بهذه وغادي تزيدوا تبسطوا ما اكثر اكثر من هذا شنو هي الحاجه اللي غادي تبسطوا غتبسطوا لو نومبر دو ديليمون اللي غتحتاجوا باش ديفينيو ان بلان ما معنى ذلك انا دخلت معكم دابا البروغرام ديال دوزيام اني باك اللي هو بالنسبه ل وي نو سايبا وي جو في فو دوني لا بارول من بعد صافي الوغ غير نكمل هاد ليدي هادي الوغ ان بلان بيان سور غادي يعطيك هو ان بلون ديفيني باغ 3 بوان لان هذه المساله ما ناقشتهاش معكم لان ان بلون كما يمكن لي نعرفه بجوج لي فيكتور ان بوان نقدر نعرفه غير ب 3 بوان لان هاد لي 3 بوان تقدر تخرج منهم ان بوان اي دو فيكتور الوغ غادي نعرفه سكون ابيل لو برودوي فيكتوريال العام الجاي ان شاء الله لو برودوي فيكتوريال اللي هو لو برودوي فيكتوريال كيترمز ليه بشابو داكور مثلا غنسميه المهم بلا سميه خليها هكا شنو هو لو برودوي فيكتوريال غيكون لو برودوي فيكتوريال ديال ا بي فيكتوريال ا سي غيكون هو ان فيكتور اللي كيكون اش كيكون يعني منظمي نورمال على لو بلون عليهم بجوج يعني غيكون نورمال على لو بلون اللي في هاد لي دو فيكتور داكور فوالا اييه هادشي ما غاديش نخدموه لان ما عندناش في البروغرام ولكن الحساب ديالو راه ساهل عرفتي شنو الحساب ديالو منين غيجي من داك عاوتاني من داك لو ديتيرمينون ديال 3 3 ها كيفاش كنحسبو غادي نوريه لكم ها انتما ا بي فيكتوريال ا سي مثلا نعطيكم اكزامبل مثلا ا بي كدير دونك ا بي اللي عندنا هنايا مثلا 1 0 0 0 1 وناخدو ا سي هي 0 1 1 صافي le produit vectoriel qui connaît le déterminant car tout fait donc les coordonnées de a b il y a 1 0 1 ou 1 0 1 1 ولكن باش يكمل لنا الديتيرمينون 3 كنكملوا بديك اي و جي و ك دوك لي كومبوزونت دوك لي فيكتور يونيتير تنسميوهم ايوا تنحسبوا دابا كان هذاك الشيء اش كان ديفلوبيو من الاحسن من بارابور لا بروميير كولون دونك غيكون هو دونك كنسبق بعدا 0 1 1 1 فوا اي كنغطي هاد اي لا لين اللي فيها اي ولا كولون اللي فيها اي داكشي اللي كيشيط ليا كنحطو موان كندوز لجي ولكن ما كنخرجي لان تنضرب ان نومبر في ان فيكتور 1 1 0 1 بلس
يعني راه ديتيرمينون حتى هو هذا راه سيت ان ديتيرمينون لو برودوي فيكتوريال فوالا فينالمون 1 0 0 1 فوا كا صافي اللي هي شحال بطاطينا فينالمون بطاطينا 1 فوا موان 1 يعني موان اي وهنا موان جي و 1 فوا 1 موان 0 هي بلوس كا اذا شنو هو البرودوي فيكتوريال في هذه الحاله غيعطينا ان فيكتور اللي لي كوردوني ديالو هما هادو هما لي كويفيسيون اللي هما موان 1 موان 1 اي 1 هادو اللي لقينا في الاخر موان اي موان جي موان كا اذا الى عندنا هاد لي دو لو برودوي فيكتوريال ديالهم غيكون هو هذا الوغ شنو هو الهدف علاش حنا حسبنا هاد لو برودوي فيكتوريال عرفتي شنو هو لو برودوي فيكتوريال هاد لي كوردوني غيكونوا هما هاد انيشان هاد ا وهاد بي وهاد سي ديريكتومون دونك غادي نغومبليو غادي يولي هو موان اكس موان ايكغيك موان زد وبيبقى ليا دي باش كيبقى ليك دي il suffit باش تعوض بشي بوان في هاد لو بلون مثلا ا ولا بي ولا سي على حسب لي كوردوني اللي ساهلين الا عوضتي غادي تلقى دي في الاخر وهانت خرجتي من باب واسع وهانت عندك لي هادي راه الخدمه ديال دوزيام اني باك دابا تنهضر معكم الناس اللي بيدوزوا الوطني نورمالمون ils étaient censés باش هما يخدموا هادشي ولكن في هاد العام راه راح جو بونس غالبا غالبا غتحيد لهم ولكن هي هاد العام اكسيبسيونيلمون اما الاعوام الجايه راه غادي تكون وكيكون عليها 3 بوان لا جيومتري دون لاسباس اتفقنا فوالا اذا هذا باختصار باختصار هنا عطيتكم انا كاع شكون هما داك ا و بي و سي ولكن في الحقيقه ما كنحفظوش يعني ما كنحفظوش هاد العلاقات الى اخره داكور دونك كيبقى لينا فقط دابا لي بوزيسيون غولاتيف كيبقى لينا لي بوزيسيون غولاتيف انا غادي نصيفط لكم هاد لوسون باش تخدموها مزيان وتشوفوها راه فيها دي زيكزارسيس ريزولو باش تشوفوا حتى طريقه الاجابه كيفاش دايره داكور مثلا هنايا ديتيرميني شوف مونتري كو لو بوان سون علاش نون اليني كنحتاج في الاول يكونوا نون اليني باش نبينوا بانهم فريمون il ديفينيس واحد لو بلان الا ما كانوش اليني pardon, il a canon aligné, mais qui a un plan wahid. Détermine une équation cartésienne du plan ABC. Aïe, équation cartésienne, donc on crée le point et deux vecteurs qu'on choisit parmi donc les trois points. Alors, soit M, voilà, la tariqa classique, il y a les analyses SF, c'est la tariqa qui est comme débat, mais on va connaître comme tel MG, le produit vectoriel. C'est la MAD, donc on a un tarif. Donc, trois vecteurs non complanaires. Donc le déterminant de l'homme égal à 0 ou le déterminant en rejoignant notre équation cartésienne de la droite, de le plan. Ça fait. Ou le syntagète, montrer, vérifier que D n'appartient pas au plan C. Que peut-on dire sur la coplanarité? Puisque D m'a quinche, il y a un A ou B ou C qui D m'a quinche, il y a le vecteur A, D m'a quinche, coplanaire m'a adjouche. Had le juge tani qui aime soit P, le plan passant est parallèle. Détermine une équation cartésienne, une représentation paramétrique. Étudier l'intersection de P et D. Voilà. Et donc, il y a un peu de les ouïnes. Il y a un peu de temps. Mais, en fait, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a une séance. Voilà. Donc, j'espère que vous avez un peu تضحى شويه غادي نصيفط لكم هذا لا لوسون نحطها لكم نصيفطها لكم انا كاع في الجروب واتساب صافي ونحطها في تيمز دابا غادي نصيفطها لكم هذا الريزومي في الاخر الريزومي اون روج ولكن في الديب الا بغيتو الديتاي راه لو ديتاي ديالو راه كاين الفوق تيكولو راه لو ديتاي ولكن انا جو فوز انفيت انكم تمشيو لهذا الريزومي الا بغيتو تخدموا به ديريكتومون ها هو اون روج اون كادر هذا الريزومي ديال لا لوسون وهنا لي شوفوا هذوك لي زيكزامبل راه مصحين لي زيكزارسيس راه مصحين هنا داكوغ زوين هاد لا لوسون هادي راه ديالتي انا اللي خدمتها سي موا كي لا تابي هاد لا لوسون هادي لان ما لقيتش دي ريسورس اخرين صافي كافيين اغلبيه لي ريسورس كاينين هي بالعربيه وانتوما ما العربيه ما عندها ما تنفعكم دابا غتنفعكم غير في الجهوي بيان سور ولكن في لي ماتيير سيونتيفيك دونك شكرا جزيلا هذا مكان باش ما نزيدش نخليكم تمشيو اللي بغى يتعشى اللي بغى يستراح صافي وين نسيبه خليتك ويلي ويلي خليت نسيبه تتسنى السلام عليكم يلا غادي نطلق لكم ماشي مشكل لا دابا مزيان
تسمع لك مزيان؟ داكو صافي. المهم شوفي، راه هذا الشيء راه كيتسجل، راه يطلق. ياك عرفتي لاباج ديالي في فيسبوك؟ راه كيتسجل، دونك الا فاتك شي حاجه صافي، الا كانت شي حاجه ترجعي، وغادي نحطها في اليوتيوب. جو في لبوزي هاد ال... صافي. يلا يلا، شكرا جزيلا لكم. لا تشوف لي زوتر، ميرسي. اكتيفي لي مي، جو في اكتيفي تو لي مي. يلا راه كلكم دابا عندكم الصوت. ميرسي بوكو، شكرا لانكم سهرتوا معايا حتى لهذا الوقت، شكرا بزاف بزاف. يلا دونك دونك ان شاء الله نخليو لو جودي. صافي نخليو لو جودي، سا فو كونفيان. دابا راه عندكم الوقت كافي، ماشي مشكل. لا شتي، لا خلينا ان شاء الله من هنا حتى يعني راه تقريبا واحد دو سيونس نكونوا سالينا البروغرام كامل ان شاء الله. صافي يلا، شكرا بزاف، والله يعاونكم، الله يوفقكم. اوغفار، يلا بسلامة، السلام عليكم، السلام عليكم.